بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بدنا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنخزن معاكم القرنبيط. القرنبيط حلو اللي من دول كده، وابيض كده زي ما انتم شايفين كده، ومقبوس وحلو. يعني هو ايامه اللي بيتخزن فيها اليومين دول. يعني جبنا قرنبيطه حلوه كده اهي زي ما انتم شايفين، هنا معلقه ليمون ونص ليمونه زي ما انتم شايفين، قصدي كمون لا مؤاخذه، معلقه كمون ونص ليمونه زي ما انتم شايفين. بص القرنبيطه حلوه عامله ازاي، جميله جدا وحلو اليومين دول والله يا جماعه. وكل سنه وانتم طيبين، خزنوا القرنبيط اليومين دول كده، رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين. حطيت هنا، احط معلقه الكمون في الميه زي ما انتم شايفين اهي، كمون حصب يبقى جميل في الحاجه يعني غير المطحون. وهنا عصر نص الليمون على الميه كده زي ما انتم شايفين. تقولوا لي الليمون بتحط ليه؟ الليمون بيخلي الكرنب او القرنبيط بيخلي لونه بيبقى مزهزه وابيض كده، ما بيبقاش مغمق. انا خزنت برضو الكرنب اللي عصرت عليه ليمونه، بيحفظ اللون بتاع الحاجه يعني بتاع الخضار زي ما انتم شايفين كده. كل سنه وانتم طيبين وربنا يصلح حالنا وحالكم. واخت ام حمزه تنورنا في اي وقت، احنا بيتنا صحيح بسيط بس يسع من الحبايب الف. عندنا مثل في مصر بيقول ايه، بصلت المحب خروف. تشرفينا في اي وقت واحنا اخوات، وكفايه ان احنا ربنا يعني جمعنا على خير ان شاء الله، وربنا يصلح حالنا وحالك وحال اولادك. وكل سنه وانت طيبه اولادك طيبين، وربنا المستعان معانا ومعاكم. هنا سلقت القرنبيطه زي ما انتم شايفين، اللي هو ما خليتهاش تتهرى او ماسكه نفسها، يعني السوى اللي هو كده يعني شايفين مفتحه ازاي من الليمون اللي حطيته، مخلي لونها جميل محتفظة باللون بتاعها، ما بيتغيرش من السلق ولا حاجة. وصفيتها كده تقعد لها ساعة على المصفى عشان تنزل الماية بتاعتها عشان ما تعملش تلج في الاكياس. وهنعبيها بقى في الاكياس كده. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش يا جماعة تنورونا باللايك والاشتراك، ونرد على بعض وندور على بعض. وانا صاحبة اتأخر شوية في الرد بس بنرد على بعضينا برضو، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنة وانتم طيبين، وربنا عليه صلاح الحل لنا ولكم وللجميع. فكل حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. هنا عبيت القرنبيط في الاكياس زي ما انتم شايفين كده، وعاملاه كده اللي هو مش مربطاش، ما خدش مكان معايا في الثلاجة زي ما انتم شايفين كده اهو. وربنا على صلاح الحل لنا وليكم، ومتنسوش تنورونا وننور بعضينا ونرفع بعضينا، والرفع هو الله والنصر هو الله والغلب هو الله. وربنا على صلاح الحل لنا وليكم، ونقول لكم ايه، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. تخزين القرنبيط.